اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقل اقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاديث ويتم نعمته وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد.